تواصل وزارة الداخلية شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 38 قضية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة مالية بلغت ما يقرب 71.5 مليون جنيه، حيث تمكنت من ضبط مبالغ نقدية بلغت ما يقرب من 7 ملايين جنيه مصري، كما تم ضبط ما يعادل 8 ملايين جنيه عملات أجنبية مختلفة، إضافة إلى ضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة تعادل ما يقرب من 56 مليون و500 ألف جنيه، كما تمكنت من ضبط 178 قضية تموينية بمضبوطات ما يقرب من 1439 طن مواد غذائية وغير غذائية. أما في مجال حجب السلع الاستراتيجية فتم ضبط ما يقرب من 108 أطنان سلع غذائية مختلفة و13200 عبوة زيت طعام. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة فتم ضبط 3700 طن دقيق مدعم. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 564 طنا. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لاسطوانات البوتاجاز تم ضبط ما يقرب من 740 طن غاز صب. وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 25 طن أسمنت.